السلام عليكم، أنا اسمي ربيعة، عندي ولاد 3 معاقين. أول ما صارت عندي ولادة محمود مواليد 2001، صارت عنده الإعاقة أول ما ولدته، بعدين كل ما يكبر يسوء، كل ما يكبر يسوء. رحنا على العراق، فوتنا بمخيم العراق، مخيم العراق رحنا على الفلوجة، خلوني كنت مسوية العدة طبعا، أنا الوحيدة السورية طلعوني من المخيم. رحت وظليت بالعراق بالمشفى 9 شهور بمحمود. بعدين طلبوا مسارة وطلبوا علاء، قالوا بدنا نشوف هذول، قلت لهم أنا أحس مو طبيعي. أخذوهم وشالوا لهم خزعة من الأعصاب، أخذوا لهم خزعة من الأعصاب، قالوا هذول عندهم بال2013 أخذتوهم، قالوا هذول عندهم حثالة بالأعصاب. الساعتين أنا هون موجودة إلي 4 5 أشهر بتل أبيض، يعني وضعي صعب صعب حيل، يعني أنا الأم وأنا الأب، أنا بدي أطببهم، أنا يعني شايلة المسؤولية الكاملة. وعندي طبعا 9 أولاد، من المتوفي عندي 5، وتجوزت بعد ما أخذهم جدهم، ظليت سنة تجوزت وأجوني 4. يوم تجوزت هذول الأولاد راحوا معايا على جوزي، جوزي ما تحمل، قال أني ما أقدر، جوزي مريض كبد، أني ما أقدر، يعني أنا عندي 11 آدمي من المرة الأولى، وانت هون عندك 4 وهذول 4، ما اقدر، وعندي بنيه متجوزه، ما اقدر اني على العيشه، مسؤوليه كبيره. ايه خلص، قلت له انا اريد، خلص طلبت الطلاق، قلت له انا اريد اخذ ولدي، ولدي ما استغني عنهم، اريد اكمل بطبهم، وجبتهم وجيتوا على تل ابيض، يعني وتعذبتوا حيل حيل، تعذبتوا. صار لي 4 اشهر متعذبه، قاعد اروح على المشافي، المشافي ما طلعت لي بنتيجه، الملاجئ ما قعدت استقبلهم، عمرهم كبير، يعني على الواسطة، كل شيء على الواسطة، عندي واسطة تمشي أموري، ما عندي واسطة ما قعدت تمشي أموري، متعذبة متعذبة حيل. وعندي بنية عمرها 3 شهور أسه، والكبير 19 سنة معاق، ما أعرف يعني مسؤولية، حليب، حفاضات، عيشة، إيجار بيت، أكل، شرب، مصرف، كل شيء غالي، يعني وطالبة طالبة من أهلي يعني الرحم يدحقون على حالتي ويشوفون حالتي. أهم شيء عندي سارة، يعني طب سارة أهم شيء، يعني عبنا بنية وحيل وضع قاعد يسوء، وما ريدة تقعد على الكرسي مثل أخوته.